عليكم السلام مرحبا. كيف الحال؟ الحمد لله. كيف عساك؟ طيب. عساك منعم. الو علوم مشعلوم، كيف من صوبك؟ ابدا شي علوم. علوم غير شي اخبار؟ الحمد لله اخبار خير. هنا تقولون علوم ولا تقولون خبور؟ نقول خبور ابن علي. ايه كيف؟ وعندكم من ثم هذا بالعربي نقول علوم. اذا قلت لي علوم، اذا قلت لي خبور ايش اقول؟ خبور خير. ايه خبور خير يعني الاخبار. الاخبار الاخبار خير. الاخبار خير الحمد لله. الحمد رب العالمين. إيه؟ كيف صحتك؟ صحتك تعبان بشرايين مريض. سلامتك ان شاء الله. الله يسلمك. بس ما شاء الله انت وشايب رجل قديم. انت صح عنا حرب العالم الثانية قد يرعي حيوان. انت في الحرب العالمية الثانية ترعى الحيوان؟ الحيوان قديم ما شاء الله. ويذكر كان الحيوان. كم عمرك اليوم؟ اليوم ما عندنا التاريخ هذاك المريض زيده بثمانين يمكن. لما ترعى الحيوان كم كان عمرك؟ من كنت مع الحيوان؟ ايه حياة كلها مع الحيوان. حياة كلها مع الحيوان. ما بغار وغنام وبول. الحمد لله. ايه اليوم احنا عشان يلم منهم زي من حيوان هذا والطيوف اللي يجونا والناس اللي يجونا. عشان يلم منهم من الحنطة نصب بالزراح موسم القريب. اليوم شايب عيسى بن طرشوم حبيس راح يكون ضيفنا، او بالاحرى بصراحه احنا ضيوفه. احنا ضيوفك اليوم. اليوم مرحبا وسهلا. مرحبا بكم. اهلا وسهلا. احنا في قريه ديم. قريه ديم في ولايه ظلكوت، يعني قريبه من صرفيت. احنا في اقصى الجنوب العماني في هالحلقه. قريه في منتهى الجمال، في منتهى الروعة، بين الجبل والبحر على طول تحتنا. هنا الخريف حتى أطول من باقي الأماكن في محافظة الظفار. القرية واضعة جدا، ساحرة الحقيقة، الواحد ما يبي يطلع منها. حتى نسجل هذه الحلقة كان لابد أن نجي من الفجر، يعني من حوالي الساعة 6، حتى نتابع بعض التفاصيل. أول التفاصيل هي الحلب، وبعد كذا راح يطلقوا للمواشي في هالمراعي الجميلة. هالتفاصيل كلها راح نعرفها بطريقة هذا البرنامج، أننا نذهب إلى البعيد، إلى القديم. وشايب عيسى اليوم راح يكرمنا كثير بمعلوماته وبمكانه الجميل هذا. من وين نبدا؟ من غرة. غدفة. غرة. غرة. غرفة. غرفة. هذا مكان مناطق اسم هذا جيب وهذا غرة. وهذه تحت الجبل العقوب. زين انت تعال نريد نشوف بغار نحل بلا. نروح للحلب. ايه تمام. ايه نريد نحل بغار ونشوف. زين ونشوف بغار والتبر. يلا هذا صحتك. هذا شغل المنوع. ايه يا ولد هذه ام العيال. ام العيال كيف حالك؟ الحمد لله. هدق هدق هدق. انت كل وحده يعني لها اسم. ايه كل بقره لها كل اسم. كل بقره لها اسم. ولما تناديها هي تجي. تجي. هذه ايش اسمها؟ هدق. هدق. ايه وانا اشوفك كنت تناديها، هي تعرف ان هذا وقت الحلب؟ ايه تعرف تعرفان وتلبس موجي. وتعرف ان هذا وقت الحلب؟ وقت هذا وقت الحلب. ايوه. والعصر ترايلا في ترابلا. والعصر تجي. والمغرب احيانا العصر احيانا المغرب. قال تاكل من الاطفال وبعد نجي للبيت منشان الحلب. لما تطلقوا لها الصبح ما العصر بروحها تجي؟ تجي بروحها.
بنفسها تجي؟ بنفسها تجي ما تراعي. ما يحتاج انت تروح تجيب؟ ابدا. احيانا بعض منهم اللي ما عندهم اولاد لا يحتاجوا واحد يجيب فيهم. وهذا اللي عندهم اولاد لا ايه ما يحتاجوا. اذا الحين عاد عمليه الحلب الحين. الحين عمليه الحلب. عمليه الحلب. ايوه. هني من عاده الدار انه الرجل هو اللي يحلب. الرجل الحريم ما يحلبوا. ما تحلبن عادة الرجال ما تحلبن حريم ولا نشرب حليبة. حرم هذه لا. إذا أولادي يصيحوا لا. ما من دون أكل لا. ما تحلب عليهم يعني حتى يجي الرجال. لازم الرجل اللي يحلب. لازم الرجل اللي يحلب. هذه عادة. هذه عادة نحن. نعم. 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 عندكم أنتم حريم هنا في الشمال. حريم. حريم صح. إيه صح. يلا. زين نشوف عملية الحلب الحين بتطلقوا لهم؟ ها؟ بعد الحل بتخلوهم يروحوا؟ نخلهم يروحوا بيحوشهم. ايه. يحوشهم لها حتى بالارض. ويرجع. زين. ما تحلب لاهلك؟ لا تراك سيحة. سي جيلي. هذا. شيبه ما يعرف انت ياهلك. اوف. كل ما رجع صفر. هذاك. ها انت هذاك. 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 قل. حكيت وريد ما لما طلعت حلي. هذا واجد قبول. انت تريد والولد يريد. ها؟ العجل. انت مساعدك شايف ايزا؟ نعم اساعدك؟ ما بفتح من بابة تربط. هي ما تربط؟ هي غريبة. غريبة الناس لما تعرفهم لا. ايه ما توقفوا كثير منهم ما يوقفوا عليهم. هذه لها اسماء ولا ما لها اسم؟ هذه النوق تسموها كل واحده باسم؟ كل واحده باسم. هذا اسم مديري. ايش اسم هذه؟ مديري. زين مديري هذه. أنا صعب حتى انطق الكلمه. ايه صح. محسن بن عيسى. ولدك ما شاء الله بعد يساعدك يعني. يساعدني ويحلب مني انا شايف. زين تعال هنا شويه. تعال هنا شويه. ما تخاف لا ناقه تخاف. ايوه هذا الامور. يقولوا هذه الناقه ما ترضى حد يحلبها غيرك انت صح؟ لا كلنا نحلبها. اكثر الاحيان يعني ما تعطى اي انسان. نحلبها كلها. على التعود. كلنا نحلبها. واولادي وراشد وكلهم اللي جاء هذا اللي راح وهذا اللي بقي يحلب. انت معود اولادك يعني يشتغلوا معاك. اركيف. دي 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 يعني الآن أنتم بعد ما تسخنوا الحصد قطوا الحصد داخل. إيه نحط الحصد داخل. طيب الواحد يسأل ليش ما النار تحت هذه؟ لا هذه ما عندنا أول هذه مو توجد. هذا مو توجد الى التراب معين الا من التراب. ايه وما نعرف هذا ما يوجد عندنا. يعني اهل زمان كانوا مضطرين يسووا هذا الطريق. هذا ما يوجد عندنا لان الطين هذا اللي يحمل النار. ما يوجد عندنا ابدا على الطلاقة. وعشان كذا تسخنوا الحصى وتقطوه داخل. ايه منشان هذا قعلول اللي فيه من عارف لا من شجره لا. اذا حطيناه فوق النار بيحرق. ايه نحط له راح صافي الحليب. لان الماعون الذي نحط في النار ما كان متوفر. ايه ما كان متوفر. زين اليوم متوفر. ما وده في الطباخ. كل شيء متوفر اليوم نحط في الشوله. وده في الطباخه على طول. ايه بس المسجد الطباخ. يلا. الحمد لله طول عمر غابوس. الحمد لله. من الله كهرباء مشاري. الحمد لله مدارس. ايه ايه طب جيبوا ايه و ايه 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 ايه
تجهزون النار؟ ايوه حق الحليب؟ حق الحليب. ايه واول ان نطحن الذرة. ايه ونسوي هذا ونسوي الذرة. الذرة ايه. ايه اذا قدها كذا مثل هاي. ايه نسوي كذا ونقطي عليه بعد. تطحنوها؟ نطحنوها. بايش تطحنوها؟ في رحى؟ في ما طحن احنا. زمان زمان. زمان زمان. أيه. عندنا حجارة كبير. ايه. ونطحن. كانت رحى ولا بال لا عارف كذا. هذا. الاسطوانة هذه. هذا. ايه. ايه ايه. وبعد ما تطحنوه ناشف. لا كيف تسووه في النار؟ في النار في الحديدة؟ لا في حديد لا هذا ترى. مثل هذا. مثل هذا؟ ايوه لكن تكون حجر واجد. لا الحجره كبيره. اي لا حجر صغير. لا بس وين تحطوا ال ايش هذا صحن وعودان كلهم برا. ايه واذا قدنا حجر هذا ايه ناجحات كلها ايه نحط ونغطي منه. يعني انتم تسووه على اساس انه خبز؟ خبز. 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 ايه ايش كان اكلكم؟ الخبز؟ الخبز. واللبن؟ ونسوي عسيده. ايه عسيده. واللبن عصيده. عصيده نطحن ذره. الذره تطحنوها ناصد. هي للخبز وهي للعصيده. وهو نقليها كذا ونفقها. ايوه ايوه ونحطها في ماء اذا قد انجحت ناكل. تاكلوها مع اللبن. ايوه مع اللبن وكذا. ايه ايش الاشياء الثانيه الاكل الغير عند اهل الجبل؟ اذا حصلنا التمر. التمر طبعا يجي من بعيد. من البصر يجي. أيه. من البصر. زين. حتى حوف وجاد اول ما في سلال حوف وجاد. زين. حوف وجاد بهنا. وايش تسوون للجهال للاولاد الاطفال؟ الحلي. حلي. ما في شيء حلويات؟ لا لا. ما في شيء فيه سكر؟ سكر جاري من قريب. ايه. والحريم كيف يسوون ملابسهم وهذا من وين يجيبون؟ طاقة مثل هذا. يجيبون طاقة. ايوه ومخي. تخيطوها بيدكم. بيد. مثل هاللبس اللي لابسته الحين. ايه مثل هذا. ايه. هذا. ايه. هذا سنة. هذا سنة نلبسه. حريم ولا ولاد قدام قبلنا نحن. سنة من حول للحو. من حول للحول. للحو. قاعد اشتريت من هنا واشتريت من هنا. للعيد. ايه. من العيد للعيد. من الخريف. ايه. يمكروا ايه. سمن ايه. ويبيعوا السمن ايه. والرجال يشتروا هذا والحريم يشتوين طاقة هذه وتلبسيه ايه. على الحب من قلة ما في اليد من قل من قل نعم ايه. عيل كيف وإذا سوي مزرعة هوحة يقاقوا يشلوا من عند تجاء ايه. أربع ويعطوا ما يخلون فلوس والزينة تتزين بإيش المرة في الجبل؟ الجبل. إيش زينتها؟ النيل. النيل. النيل من هذا. ايه. النيل. ايه. النيل. زين. وحامورة شوية. بس. حمرة. ماشي مكياج. ماشي مكياج. ماشي مكياج. وشي صيغة؟ صيغة فضة. ذهب فضة. شيء بسيط. شيء بسيط. إذا أحد عنده إمكانيات ايه. والناس كثير ما عندهم شيء. الحين استوت كذا خلاص؟ كذا استوى الحليب؟ لا نسويه فوقنا؟ ايه كيف الحليب شاب عيسى؟ رقم واحد. رقم واحد والله. رقم واحد. نعم. نحن نسوي هذا الشغل من اول. ايه. لا عندنا خبز ولا رز وكل واحد في قوة أحسن من شباب الحي. صح. وفي رادة أحسن من شباب الحي. نمشي من هنا حتى سلالة. نعم. ومن سلالة حتى اليمن. نعم. ونمشي بادية. نشتغل البن في البادية، نشتغل المشادي، نشتغل الحيوان، واحد من الصبح حتى تقيم الشمس.
هذا الجبل. يعني انتم بقيتوا هذا البيت حتى منسلح مثل هذه. ايه. مثل مطور مثل هذه. ايه. كنا رحي الله بيوت اللي ولينا لا حي الله ومتنقل ما نوقف بقى واحد لا. ايه. اذا في عشب هناك منشان حيوان لا. ايه. نقعد هناك 3 شهور 4 شهور. ايه. انا نروح هناك 4 شهور 5 شهور. ايه. بعدين نرجع هنا. ايه بعدين في القارات. ايه بس هذا البيت مثل. ايه. هذا البيت يعني احنا نبغى ناخذ فكره عن هذا البيت. ايه. هذا الحطب ايش حطب ايش هذا حطب 200 200 اقل اقل شجر عندنا 200 تخوذ من 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 50 سنه ايش اسمها 200 200 200 هي اللي مصنوعه من هذه ولا ايه من هذا هي هذه هذه زين ايه لا زال باقي ناس يعرفوا يعملوها مثل هذا البيت هذا البيت ايه. باقي الناس يعرفونه لكن بعيد ما يقدروا يشلوه ايه هذا اشتروهم حطب هذا نعم اشتروهم وش يقصوهم هذا الشجر هذه 200 نعم لا عاد السنوات لا عاد ازيدت 30 سنه نعم من يوم قص هذا الحطب انا اعرفه ايه ايه يعني هذا البيت اللي احنا جالسين فيه الان كم عمره؟ عمره 30 سنه؟ حطب هذا ايه, ايه. البيت نفسه هذا كم البيت؟ ايه بيكون قديم يعني ايه كم يعيش؟ قديم. كم يعيش؟ الحين الحين بس عايش الليلة ما تربه هبوب لا ايه. تعيش 50 سنة نعم ايه مبين يعني مبين هذه الشجرة متين يعني متين هذا 200 معروفة نعم. طيب يعني من سنوات بدوا الناس يحطوا الطرابيل فوق ال من برا أول إيش يحطون جلد جلد قبل زمان قبل قبل لا تكون في الطرابيل وفي الأشياء يحطون حشيش 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 وهذا مال الذرة مال الذرة هذا الزرع هذا لا يقصون يديروا السنبل هلا الطعام ويقصون يحصلوها ويبقوا فيها ما فيه لا جلد ولا طربال الا حشيش واذا صار المطر خلاص ما يدخل ما تدخل الماء ما يدخل؟ ما ابدا صحيح صحيح نعم نمبر 1 كل بيوت القديمة اللي مثل هذه تكون بهذا الحجم؟ يكون بهذا الحجم أقل بيت أنا هذا المنطقين ما عاد يقاموا مكان خليف كله ايه. يسووا هذا الحجم زين الأسرة الوحدة البيت الواحد أو العائلة الوحدة تسوي كم غرفة؟ واحدة مثل هذه ولا تسوي أكثر؟ لا تسوي واحدة مثل هذه يعني واحدة مثل هذه بس هذا ما يقدروا للزيادة تكفي لأسرة هذا تكفي هي كبيرة ما شاء الله أيه أيه يا الله كبير وأنتم محافظين عليها نعم حاولتوا بس تدخلوا شوية كهرباء فيها أيه نعم أيه كنت أحاولوا هذا مولا هذا يا الله وإذا بخيت وأولاد هذا لا حولوا هذا بخيت لا أيه رجل أحسن من رجال نعم أيه سووا هذا الحطاب وبعدين كسرت الوع ايه. وجيت والناس قالت قموهم هذا الحطب من جديد طب لما كانوا يبنوهم إذا بغيت أنت تبني مثل هذا البيت ها؟ يساعدوك الجيران ولا بروحك تسوي ما يساعدون يتساعدون كيف ايه. يساعدون كيف يبنيها واحد يقدر هذا هذا الحطب كبير يعني مثل ايه أكبر من 10 أيه. من 10 أشخاص لا أيه. أكثر من 10 أشخاص يبنوا كم يأخذ عليهم البناء؟ البناء؟ كم مدة؟ ها؟ شهر؟ يوم واحدة يكون حطب موجود ايه يكون حطب قدم موجود ويشلوا شلة ايه ويشلوا شلة زين يسووا الكايز لا ايه يوم واحد 10 أشخاص ايه ها ولا 12 شخص نعم يكفوه يوم نعم ايه يوم واحد يكفوه يكون حطب قد الزهر ايه ايه وعاد يصير السكن في الخريف في هذه وفي الشتاء في الكهف ايه في الغار في الغار نعم ايه اول وين كنتوا توردوهم؟ توردوهم؟ ايه توردوهم؟ ايه يعني عشان تعطوهم المي مي هذي ايه ومي هنا في عيون هنا ولا؟ ايه هذي عين هذه عين عين اه وجايه هنا ايه وكل يوم كم مره لازم يجون يشربون يشربون آه. مره واحده الصبح ولا المساء لا نخليهم من يومين اذا هو بعيد من ماء ايه. نخليهم من يومين ما يشربوش
يومين او يوم واحدة من منهابة يتحملوا يعني يتحملوا يوم واحدة من منهابة زين هم ما كل يوم يرجعوا البيت؟ ها؟ كل يوم يرجعوا البيت زين ما تعطوهم ماي لما يرجعوا البيت؟ ما نعطي بهم ماي من البيت ماي من العيون ماي من العيون مش من البيت زين. نحن يلا واحدة القربة من شنو ولادة كيف نعطي حيوان؟ زين أنا شل ثنين قربة ها؟ فوق طحري شل قربتين؟ إيه قربتين فوق طحري من شنو ولادي إيه أبو الماي صربة ها؟ وشل ثنين من ماي نعم. واحد فوق واحد إيه كأنهم خافوا لما شافونا إحنا غرب غرب خافوا ما عرفونا ما عرفونا إيه تعرف إلا مولا وتعرف محريم ومن فيهم إيه وراس اللي يسبوه حليب والناس اللي يعطوهم مكل إيه نحن ما نعطيهم مكل يعني إحنا لو سبناك الآن ورحنا عنك وناديتهم بيجوا لا أنا هم يعرفون يعني أطارب بالضبط إيه هو حق جيران هذا هذا ما حقك لنا إيه نعم إيه مكان الغار هذا هو غار هذا هو غار هذا هو كبير الغار كبير اوه غار كبير هذا مكان ارتاح العدل غار كبير ما شاء الله تعويزة هذا في اثر ها في اثر اي هذاك ما في اثر انا قلت لكم تعال لا هذا عاد في اثر الغار كنتوا تستخدموه ليش سكون سكن ها سكن 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 يعني تسكنوا في طول السنه ولا وقت معين انت نسكنوا وقت معين في الشتاء ها في الشتاء احيانا عشان الدفا ايه عشان الدفا وفي الصيف في الصيف البر في البر في البر الخريف في الخريف داخل زين في الغيران طيب في الغيران ايش تسووا يعني في الغيران نسوي هذا حطب مشان اولاد بغار ايه ونسنيهم ايه ليشربون ماتهم ونسني عليهم بعدين نريد نسوي حليب الله نفك عليهم بيت الله ايه ونخليهم واحد واحد وكل واحد من نديه بسمه ونحلب نشرب ونحط في الشكوى الأبقار تجيبوها هنا معكم ايه والنوم والأكل يعني الحياة المعيشة اليومية كلها داخل الغار داخل الغار نعم ايه في كثير غيران في المنطقة كثير غيران هذا واحد كبير وواحد هناك ها مش كبير هذا شوف الشجر هذيك هناك في جن ما سيمتي ماذا نعم ايه من هناك وواحد وراه غير الماجد وواحد هذا نقول كبير سيمسيم هذا لكن ما عاد في حطب هنا بنقول نريد نجيب نعم سيمسيم هذا من عند هني مثل هذا مثل هندي ايه لكن هذا قاعد ها مستوى احسن وواحد هنا ها فوق في قطر وصوب واحد منهم هنا في جبل هذا فوق نعم. كل مكان من عند راحة الله تحصل الغيرة الأسرة كلها تجي الأولاد والحليب والأولاد والحيوان وإذا جاتهم أمطار الناس لا هاني يجوا أحيانا ويتجمعوا هنا عندنا نعم ايه ويكون عندكم جيران وعندكم كذا ايه عندنا جيران عندنا أخوة جيراننا ولا ناس غليل نعم ايه نحن كم من بيت بس نعم. بيت نعم. أي أول بنكون 10 بيوت الحين قدم 60 بيت وكل بيت يأخذ غار لا يأخذ غار إيه كل بيت يعني هذا الغار كبير هذا الغار كبير يكفي لأكثر من أكثر من عائلة يكفي أكثر من عائلة نعم إذا جوا الناس لا من 4 و5 عائلة نعم إيه وهذا مكان للنوم ها؟ جاهز للنوم وللطبخ ولل هذا بس الأرواح خلق كذا ايه لا هذه اثار نار ولا لا 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 كنتوا تورو لا لا هذا من جبل
هذه هي كذا طبيعتها. اثار النار هذا هنا داخل. نعم. داخل البيوت. يعني هذا مخلاه كذا ليش؟ يخلونه؟ ايه. ما هن يخلوه كذا؟ ايه. يخلوه مشان يحطوا فوقها. يلا قطع من هنا. ايه. ايه مشان يكون دفء. تصير مثل الغرفة. ايه مثل الغرفة. والنوم داخل هنا. النوم داخل هناك. إذا تقدمنا بنطيح تحت. لا ما بده. آه. ما في مكان. ما في. زين. نعم. المكان طيب هني. المكان زين. إيه. بعد ما تطبخ هذا إيه آه. نعم. هالوقت الصيف هلا. إيه. ودخلت هلا. إيه. يكون برد. يكون برد. كان مكيف. في وقت الصيف. إيه. وقت. صحيح إحنا نصور الآن في وقت صيف يعني. إيه. لكن هنا شفت في حار ابدا ولا انت داخل شمال ما تموت اذا ما في مكيف الا صحيح ايه صحيح الا الجبل هذا مرتفع وفيه هواء ايه وهذا القار بشكل نعم ايه في قار هذا واحد هنا نعم ايه بشكل كان مكيف ايه المكان كله طيب المكان كله طيب واليوم انت ما قصرت ومشيناك في الجبال ايوه وطلعناك الى الغار صار لك 30 سنه هذا كان حكم شغل الحكومه ايه. وواجب علينا كلنا نقوم به اكيد كل واجب علينا اكيد لا فرق بين الشمال ولا الجنوب ابدا اي كله بلادنا وحكومتنا واحده وسلطاننا واحد الحمد لله رب العالمين اي وكلنا شعب واحد وكلنا عرب الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ومو واجب نقصر بحكومتنا ولا بارضنا ابدا ايه هذا مفروض علينا صح صح شايب عيسى هم بن طرشوم هم خبيس شباب سبعة انعام الله يبارك فيك من ديم ايه قرية ديم من قرية ديم في ظلكوت ظلكوت ايه جنوب ظلكوت نعم ايه اخر اقصى الجنوب اقصى الجنوب عند النقطة نعم هذه نقطة ما الشرطة هذه شوف أنا عند ضربة علي إيه بعد كذا اليمن إيه هنا والشرطة خلاص نعم نقطة اللي يريد اليمن لا نعم عن سيارة هذيك إيه بالضبط إيه كفيت ووفيت إيه الله يعطيك الصحة والعافية وياك ويزيدك طولة العمر إن شاء الله وياك ويفتح وياك عليك والشعب يلا والسلطة والشعب أجمعين